السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى علي الحسين وعلى أنصار الحسين وشيعتهم وشهدانا على دربهم. في هذا اليوم ندشن هذه الراية يا لثارات الحسين عليه السلام، منطلقين من شهدائنا الأبرار الذين جسدوا بفعلهم فعل سيدهم، كما جسد الطاغي يزيد أبناءه اليوم فعل يزيد في شهدائنا. نحن اليوم أمام هذا الشهيد الحاج حسن الستري الذي نال ما نال من عذابات هذا النظام الظالم، حيث قتل بطريقة شنعة، فمثل مسلم عليه السلام في مظلوميته والغدر به، ومثل الحسين عليه السلام فيما لاقى من ألم وقاتل، ومثل أبو الفضل العباس عليه السلام حيث ضرب من قفاه ومن أمامه على رأسه. هذه المظلومية التي لا يمكن السكوت عنها، التي نطالب العالم فيها، نطالب بحق شهدائنا وشعبنا، كما نطالب بحق شهيدنا الأول سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، أن يقتص الله سبحانه وتعالى لشهدائنا ولشهداء الأمة. اللهم لك الحمد على حسن بلائك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.